نستضيف السيد يوسف فارسي مدير الموارد البشريه لشركه فورسيا. السيد يوسف، ستنظم اليوم الدوري الثالث لكره القدم المصغره، في اي اطار تدخل الدوري هذا؟ السلام عليكم. هذا الدوري هذا كيدخل في اطار تكريس القيم ديال فورسيا، فهذه كتدخل في اطار مجموعه ديال الانشطه اللي كننظموها باش نكرسوا القيم ديال فورسيا عند العاملات والعمال ديالنا، وكنمشيو ابعد من ذلك اننا كنحاولوا نكرسوا هذه القيم حتى عند الابناء والبنات ديال العاملات والعمال ديالنا. فهذا العام كان يعني مسائل اخرى اللي درناها في هذا الاطار هذا، اننا استدعينا الاطفال ديال العاملات والعمال باش هما يشاركونا هذا العرس الرياضي، ومن خلال هذا العرس يعني كنمروا القيم ديال فورسيا لهاد الابناء باش يستافدوا منها حتى هما في يعني في المسار الدراسي ديالهم، لان القيم ديال فورسيا هي قيم اساس النجاح، والنجاح ماشي غير في العمل ولا في شركه فورسيا، ولكن النجاح حتى بالنسبه للدراسه وبالنسبه للمستقبل ديال هاد الوليدات. فالحمد لله كنحاولوا نشاركوا حتى العائلات والوليدات ديال العمال والعاملات في هذه الانشطه هذه باش تكرس القيم ديال فورسيا عندنا داخل العمل وكذلك خارج العمل في البيت. وشكرا.
شكرا لجنة المنظمة على التنظيم، شكرا لسيموني التشهير بالرعاية، شكرا لكم على الحضور ديالكم في الحفل. هذه الدورة الثالثة اللي تنظموا لها الدوري ديال كرة القدم، هذه السنة الثالثة، وكل سنة تتفاجئ ليا اللجنة المنظمة بأنهم تبدعوا. السنة اللي فاتت كنا بدينا بمسابقة ولا مباراة ديال كرة القدم ما بين النساء ديال الفتيات ديال فورسيا، هذه السنة غيروها الأطفال والأولاد الناس اللي خدامين فورسيا، وبعد الطريقة ديالنا اللي مسيرتها هي كانت مختلفة. شكرا لكم بزاف علاش. سي توفيق العميري مدير مؤسسة فورسيا، سي توفيق العميري تطلبوا اليوم الدوري الثالث لكرة القدم المصغرة واللي اختاريتوا له شعار قيمنا أساس نجاحنا، تعرفنا على المغزى ديال هذا الشعار وعلى الدوري. شكرا سيدي، مرحبا بكم معنا. كما قلتوا تنظموا المارش الأخر ديال الدوري الثالث ديال كرة القدم اللي بدينا لمدة 3 سنين هذه السنة، بدينا من شهر فبراير بدينا ب 32 فرقة، اليوم الفينال اللي اخترنا فيه جوج فرقات اللي لعبوها 32 فرقة. وعلاش شنو الأساس من القيم ديالنا؟ القيم ديالنا باسكو إلا كانت المثالية ولا كان الاحترام ولا كانت القدوة ولا كانت العمل والنجاح تتمثل في هذا الشيء كله، باسكو التنظيم ديرون الناس اللي خدامين معنا من الطرف ديال العمال ديالنا، المشاركة اللي ديرون بالعمال ديالنا، والحمد لله هذا الحفل اللي تشوفوه دابا بهذه الطريقة اللي توصل ليه بالمشاركة ديال الأطفال ديال العمال ديالنا تا هما اللي شفتوا شاركوا معنا في مباراة كرة القدم وشاركوا برياضة الكاراتيه ولا فور كونتاكت. الحمد لله هذا الابداع تيبين على الروح اللي عند الناس ديالنا باش ينجحوا هذه المظاهرات الرياضيه. شكرا سيد عميري مدير شركه فورسيا. شكرا لك.
السيد احمد جنبي المسؤول عن الاعمال الاجتماعيه بشركه فورسيا. السي احمد يعني تتقدموا النسخه الثالثه من الدوري الثالث في كره القدم المصغره، فاش تدخل هذا الاطار وشنو هي المغزى من تنظيم مثل الدوريات؟ اولا كنشكركم بزاف على الاستضافه. في الاطار الاعمال الاجتماعيه اللي كتقوم بها فورسيا نظمنا الدوري الثالث اللي المهم عندنا ما هو ماشي المنافسه، هما سميتو لي فالور دو فورسيا، لي سي فالور دو فورسيا اللي كيحاضرين معنا هنايا باش عندنا حنا كلشي فائز ما عندناش خاسر. المهم عندنا هو الراحه ديال العامل ديالنا هي الاولى اللي كيتشبت او ميم طون بالك القيم ديالنا ديال فورسيا اللي الحمد لله في اجواء ديال المقابله ديزا في اجواء مزيانه ونتمناو التوفيق لفورسيا وفورسيا ديال شمال افريقيا كاملين. شكرا لكم بزاف. شكرا.